أخيرا جيت الغابة بعد أسبوع. دلوقتي بقى كنت في الغابة، في أرانب وحاجات حلوة كده. أنا هحرق كل الغابة كلها، مش هخلي ولا حتة ما فيهاش نار. هكون مبسوطة جدا جدا. أما بقى أجهز الولاعة والحطب علشان أحرق كله. أما بقى أروح. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، أنا خايف جدا جدا. هي بجد هتعمل كده؟ هي هتحرق كل الغابة اللي احنا بنعيش فيها دي، حياتنا كلها، ومش هنعرف نعيش من غيرها. أما بقى أقول للملك سيمبا، وهو أكيد هيتصرف. ولا ما أقولش؟ لا طبعا لازم أقول، علشان هو الملك بتاعت الغابة. أما بقى أروح. يا ملك سيمبا، يا ملك سيمبا، الحقوا الحقوا. إيه ده؟ هو فين باباك يا سيمبا؟ علشان أنا عاوز أقول له حاجة ضروري جدا. بصراحة يا أرنوب، ما ينفعش تقابله دلوقتي، أصل هو عنده شغل كتير قوي، وقال محدش يدخل عليا حتى لو حاجة ضروري، وقال لي لو في حاجة خطيرة اعملها انت واصحابك، يعني انت صلحها يعني. فقولي قولي يا ارنوب، هو في ايه اللي حصل بسرعة علشان اساعدك؟ الحق الحق يا سيمبا بسرعة. بتقول لعبة الحبر اللي انا هحرق كل الغابة اللي موجودة هنا، وانا خايفة جدا جدا لو هنحرقه واحنا مش هنعرف نعيش. فالحقني يا سيمبا، الحقني بسرعة. ايه بتقول ايه؟ هتحرق المكان كله كله يا مامي؟ ده احنا لازم بقى نخرجها بره المكان ده خالص، ومترجعش ابدا ابدا خالص. بس نعمل ايه؟ انا مش عارف نقطة ضعفها. ايه انا خلاص عرفت. انا قبل كده شفت ثعلبي كان رايح علشان يصاحبها، كان فاكرها واحدة طيوبة مش زي شريرة دلوقتي. راح علشان يصاحبها، لقيتها بتجري بتجري مش عاوزة تكون صاحبه، واكيد هي كانت خايفة منه، فاكيد ده نقطة ضعفها واحنا معانا ثعلوبي. فايه رأيكم بالفكرة دي؟ ايه ده؟ الله يا سيمبا، دي حلوة قوي الفكرة دي. انا كنت مش عارف ان انت بتعرف تفكر قوي كده. ايه رأيكم يا جماعة؟ دي فكرة سيمبا جميلة جدا، يلا بينا نعملها. ايوه يا بطوط، انت عندك حق جدا جدا، احنا لازم نسمع كلام سيمبا. ده سيمبا عنده شوية افكار ولا الهوى. يلا يا سيمبا بقى نعمل فكرتك، بس لازم نحط خطة جامدة جدا. بص يا بطوط، وبص يا خزولة، وبص يا سيمبا، وبص يا ارنو، انتوا كلكم هتروحوا عند لعبة الحبار وهتسألوها، لو وافقت تمام التمام، لو ما فقتش وقالت انا هحرقه غصب عنكم، انا هاجي واخوفها ومش هتيجي هنا تاني. انتوا فاهمين؟ فهمتوا كده؟ عندك حق يا ثعلوب، احنا لازم نحط خطة، والخطة اللي انت قلتها جميلة جدا، يلا بينا ننفذها. اهلا اهلا يا لعبة الحبار، ممكن نقف معاكي شوية نتكلم؟ طبعا طبعا اتفضلوا. ممكن ما تحرقيش الغابة بتاعتنا؟ اصل دي العيشة بتاعتنا، ولو اتحرقت ولا حاجة كلنا هنروح فيها ومش هنعرف نعيش تاني. فارجوكي ما تحرقيش الغابة بتاعتنا. فكرة حلوة قوي. اكيد اكيد لا، يعني انتوا فاكرين ليه؟ لو عاوزين تمشوني بالعافية انا هقتلكم على طول. انتوا فاهمين يعني ولا شايفين حاجة تانية؟ لعبة مثلا؟ لا يا حبايبي، انا مش لعبة ولا الكلام ده، انا انسانة حقيقية، بس ايه على شكل لعبة، ولو اي حد عاوز يلمسني هقتله على طول. وكفاية بقى كلام بالموضوع ده، وامشوا من هنا لين ما احرقكم انتوا كمان، انتوا والغابة. ماشي ماشي، انت بقى اللي طلبتي كده، بنقولك بالهداوة وبالراحة، انت بقى اللي طلبتي. ثعلوبي ثعلوبي. ايه ثعلوبي؟ اهلا اهلا يا جماعة، اهلا اهلا لعبة الحبار. معلش بقى اتأخرت شوية علشان كان عندي حاجة كده مهمة. اهلا اهلا لعبة الحبار، بقالي كتير مشفتكيش بصراحة، من اسبوع كده او 3 اسابيع كنت بقولك تعالي نكون اصحاب،
سحبتيهم وانا لا. لا لا ده انا بحبك قوي يا لعبة الحبار، انا عاوز اكون صاحبك للابد للابد للابد. لا يا عم مش عاوز اصحاب، انا مش هاجي هنا تاني ابدا. سلام يا ماما. ها اخيرا مشيت لعبة الحبار للابد، احنا مش هنشوفها تاني، ولو شفناها تاني هنبعت سالوبي. مشيت للابد يا لعبة الحبار، مشيت للابد يا لعبة الحبار. سلام بقى يا اصحابي، انا رايحة عند مامتي، اصل مامتي عاملاني اكل حلو جدا وما ينفعش افوت الاكلة دي، لاما هياكلوا من غيري. فسلام واشوفكم بعد شوية. سلام يا سالوبي. وانا كمان همشي علشان مامتي عملنا الاكل، وكمان هشوفكم بعد شوية يا اصحابي. باي باي. سلام يا بطوط. وانا كمان مامتي محضرلنا الاكل وما ينفعش اتأخر عليها. فسلام. وانا كمان لازم امشي علشان مامتي محضرلنا الاكل. سلام يا اصحابي. وانا كمان يا اصحابي سلام. بابا انت مش مصدق اللي حصل النهارده. انا لازم اطردهم بره بردك الغابه زي ما طردوني. اعملهم ايه؟ انا لازم اعمل كده. لو سمحت ممكن توطي صوتك شويه وافتحي لي الباب علشان الفاتوره. يا دي النيله، هو ناقصك انت ولا ناقص الناس التانيين؟ بقول لك لو سمحت افتحي الباب علشان اديك الفاتوره وتدفعها لي. حاضر حاضر افتح لك اهو. اتفضل. عاوز ايه بقى مني؟ هكون عاوز منك ايه يعني؟ عاوز الفاتوره لو سمحت، واديني الفلوس دلوقتي يا اما هتصل بالبوليس اللي انت حراميه. حاضر حاضر اتفضل اهو الفلوس، واتفضل امشي من هنا عشان انا عندي خطه شريره لازم اعملها. اتفضل احترم نفسك شويه. سلام. ايه ده؟ وبس يا اصحابي الحدوته خلصت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، سبسكرايب الاحمر تحت الفيديو، ولايك الاصبع من فوق اللي تحت الفيديو، عدي لحد 5 واللي عمل لايك وشير وسبسكرايب يكتب تحته في الكومنتات نحلوله 1 2 3 4 5. اللي عمل لايك وشير وسبسكرايب اكتب تحت في الكومنتات لحلوله علشان احبكم قد الدنيا. ويلا سلام يا اصحابي، هتوحشوني جدا جدا جدا. اشوفكم في الحدوده الجايه، واوعوا تعملوا زي لعبه الحبار، اوعوا لاما هزعل منكم. مش يا اصحابي، يلا بقى سلام عشان ما اتاخرش عليكم، وان شاء الله هننزل حدوته تانية. باي باي.